Hello, my students. Mrs. Dalia Samir with you. And this is our lovely channel, Enjoy Science. هنبدأ مع بعض يا أولاد الريفيجن بتاعنا بتاع شهر فبراير. أوكي؟ عندنا الامتحان عن Concept 1 و Concept 2. هنبدأ من أول Activity 1 لActivity 8. تمام؟ طيب، امتحاننا المرة دي المفروض إن هو كله Choose. فعشان كده الريفيجن فيه Choose و right or wrong ويمكن شوية بس scientific term. هنحاول نحل مع بعض ال choose وال right or wrong. تمام؟ المعلومة يا ولاد ممكن تيجي بأشكال مختلفة، يعني ممكن أحل معاكم سؤال right or wrong، أوكي؟ نفس ال concept أو نفس المفهوم اللي جاي في السؤال يجي في choose برضو، أوكي؟ فيبقى احنا هنحل مع بعض أسئلة choose و right or wrong، تمام؟ ونستعد بيهم كده، نجمع بيهم محتوى الجزء اللي داخل في الامتحان كله. طيب، number one في choose: the energy stored in batteries is space energy. قلنا ايه نوع الانرجي اللي بتتخزن جوه الباتري؟ جوه الباتري بيتخزن chemical energy. الحجارة اللي احنا بنحطها في الريموت دي او في اي حاجة بتخزن جواها كيميكال انرجي، مواد بتتفاعل مع بعض تفاعلات كيميائية. نمبر 2 بيقولي كده: the energy source in a toy car. ايه مصدر الطاقة يا ترى في التوي كار، في العربية اللعبة؟ مصدر الطاقة الباتري اللي احنا بنحطها عشان تشغل التوي كار، اوكي؟ يبقى مصدر الطاقة بيجي من الباتري. Number 3, the energy source in a toy car is the, دي متكررة أنا أسفة جدا، هي نفسها battery. طيب، electrical energy produced from a toy car battery can be converted into space and space energies. إيه أنواع الانرجيز اللي بتتكون، اللي بتنتج خلاص بعد ما أحط الباتري في التوي كار؟ تتحول لإيه؟ يعني عايزة الـ output energy، الطاقة اللي بتنتج produced، أوكي؟ أول ما أحط الباتري الكار بتشتغل تتحرك، يبقى kinetic energy. kinetic energy يا ولاد هي نفسها mechanical energy، أوكي؟ يبقى كلمة mechanical هي kinetic، طاقة حركية. طيب، مع حركة الكار في كمان صوت. دايما الألعاب بيبقى فيها أصوات كده جذابة، تمام؟ يبقى ساوند، كاينتيك وساوند. إيه كمان تاني؟ أي لعبة بتشتغل شوية بتولد كمان ثيرمال إنرجي، لأنها أول ما تشتغل شوية بتسخن شوية، خلاص؟ أي حاجة جهاز فيه حركة بينتج كمان ثيرمال إنرجي. يبقى الجملة المظبوطة في الإجابة ميكانيكال ساوند ثيرمال، اوكي؟ لو قال اتنين بس هقول ميكانيكال وساوند، لكن هنا مديني 3 سبيسز ميكانيكال وساوند، وكمان بينتج ثيرمال انرجي لما الجهاز يشتغل، لما التوي كار تتحرك كتير مع الاحتكاك بتعمل ثيرمال انرجي. طيب، نمبر 5، كيريوستي روفر از ديزايند تو اكسبلور ايه؟ ده مصمم، ده مخصوص عشان يستكشف مارس، عشان كده اسمه مارس روفر كريوستي. In the hair dryer، في الهير دراير، سشوار، الالكتريكال انرجي converted into ايه؟ هامي فاكر كده شفنا فيديو قدامنا شغلنا فيه سشوار وشفنا اتحول لايه يا ترى؟ انا بديله كهرباء، الانبوت انرجي الكتريكال، لكن الاوتبوت في فان من ورا بتتحرك عشان تطلع لي الهواء، اوكي؟ وفي كمان مع الحركه دي في ثيرمال انرجي، لان الهواء في الغالب بيطلع لي سخن عشان ينشف اكتر، اوكي؟ وايه كمان بينتج بس ملوش اي دور في الفانكشن؟ بينتج كمان
sound energy. يبقى أنا عايزة sound و thermal و kinetic. sound و thermal و kinetic. أوكي؟ شفنا بنفكر يا ولاد إحنا في المراجعة دي مش بس يعني بنقول الإجابة، لأ أنا بشوف أنا بفكر إزاي، بفكر إزاي عشان أجاوب مظبوط. number 7 in the washing machine في الغسالة the space energy is converted into kinetic and sound energies. يا ترى إيه الانرجي اللي ببدأ بيها عشان الغسالة تشتغل؟ ها عشان الwashing machine تشتغل أنا محتاجة إيه؟ أنا محتاجة electrical energy طبعا، كهرباء بتتحول بعد كده الكاينتيك وساوند. أوكي نمبر 8 when you eat an orange لما تاكل برتقانة your body جسمك convert space energy into space energy to move. يا ترى جسمك بيحول إيه؟ ايه نوع الطاقة اللي بيحولها وبيحولها لايه؟ هو بيحول الطاقة اللي خدتها من الاكل. طب يا ترى الاكل مخزن ايه؟ كيميكال انرجي. كيميكال انرجي. تمام؟ لما اكل بقدر اتحرك وامارس كل الانشطة بتاعتي واتمرن والعب براحتي. تمام؟ يبقى علشان اتحرك بعد كده يبقى الكيميكال بيتحول لكاينتيك. من كيميكال لكاينتيك. نمبر 9 when you use the hand bell لما تستخدم الجرس اليدوي بمسكه بايديا واحركه عشان يرن. اوكي يبقى the space energy converted into sound. ها يا ترى ايه نوع الانرجي اللي بيتحول لساوند في الهاند بيل؟ انا بحركه عشان يطلع صوت. يبقى kinetic energy. kinetic energy هي دي ال input energy. طيب number 10 while playing a guitar أو أي آلة موسيقية يا ولاد لما ألعب جيتار space energy converted into sound. إيه ال energy اللي بتحول لساوند برضو؟ أنا بحرك الأوتار بإيديا علشان تبدأ تصدر أصوات مختلفة. يبقى برضو في حركة الأول، برضو الحركة الأول kinetic produce sound. أي آلة موسيقية الأغلب بيبقى دايما في حركة هي اللي produce sound. number 11 when you turn on a light bulb لما تبدأ تنور النور. okay turn on a light bulb اللمبة بتاعتك the electric energy the electrical energy travels through الكهرباء بتتحرك في ايه عشان توصل للايت بالب وتنور؟ الكهرباء بتتحرك في ايه؟ المسار بتاعها wires اسلاك. يبقى electrical energy travels through wires. اوكي تمام. number 12 both hair dryer and electrical او electric kettle السشوار الهير دراير والالكتريك كيتل الكيتل بتاعنا اللي بنغلي فيه المية عشان نشرب اي حاجة بروديوس سبيس انرجي. هما الاتنين بروديوس ايه انرجي؟ يبقى انا عايزة الانرجي المشترك، عايزة الطاقة اللي بتنتج من الاتنين. اوكي يبقى انا عندي ثيرمال انرجي. البي دي اف اللي فيه الانسرز هتلاقوني مجاوبة ان دي ثيرمال، المشترك بين الاتنين ثيرمال يا ولاد. طيب number 13 some kinetic energy is converted into space energy due to the friction of bike's tire with the road. يا ترى الكينيتيك انرجي بتتحول لايه نتيجة الفريكشن في البايكس تاير with the road؟ احتكاك البايكس تاير، احتكاك العجلات بتاعت البايسكل مع الطريق هتنتج لي ايه؟ هتنتج لي thermal energy. دايما الفريكشن بيولد thermal energy. اوكي تمام. number 14 the input energy when using the hair dryer
الـ input energy لما استخدم الـ hair dryer is the space energy. هو ايه الـ energy بالضبط ده؟ ها الـ input في الـ hair dryer، يعني من غيره ما اقدرش اشغل الجهاز. الـ hair dryer ليه سلك وفيشة لازم احطها علشان يشتغل، يبقى لازم يوصل له electrical energy. الـ input energy في الـ hair dryer electrical energy. Number 15 during charging a mobile، لما أبدأ أشحن الموبايل، the space energy is converted into space energy that's stored in the phone battery. يا ترى لما أشحنه إيه نوع الانرجي اللي بديها له وبتتحول لإيه بيتخزن جوه الباتري؟ أنا بحط الشاحن برضو في الفيشة باخد كهرباء، طب بتتحول ايه بيتخزن جوه الباتري؟ دايما الباتري بيتخزن كيميكال انرجي، عشان بعد كده امسك الموبايل واتحرك بيه في اي مكان الاقيه شغال عادي، بيشتغل بالكيميكال انرجي اللي اتخزن جوه الباتري، يبقى الكتريكال بيتحول لكيميكال. اوكي، بديله الكتريكال انرجي ويتحول لكيميكال ان ذا باتري. نمبر 16 sound and space energies are output energies when operating the mobile phone. الساوند ومعاه ايه كمان؟ الساوند ومعاه ايه كمان تاني؟ are output energies when operating mobile phone. لما شغل الموبايل فون هينتج لي ساوند ولايت انرجي. ساوند وايه؟ ولايت انرجي. لو مكتوبه لايت انرجي في التشويسز في الاختيارات هنختار light. اوكي، طب مش مكتوب اختيار هنا light energy، عندي ايه ممكن ينتج برضو؟ اي جهاز بيشتغل بينتج كمان thermal energy، يبقى sound و light و thermal. sound و light و ايه و thermal. اوكي، number 17 the produced space energy doesn't help the blender do its job. ايه ترى الطاقة اللي بتنتج من البلندر من الخلاط الكهربائي ومش بتساعده؟ doesn't help blender do its job، مش بتساعده يعمل شغله. الطاقة اللي بتنتج ومش بتساعده يعمل شغله هي مين؟ الكانتك؟ لا طبعا، الكانتك ده اساس شغله. امال ايه يا ترى؟ اللي عندي هنا الساوند. ساوند وثيرمال الاثنين ينفعوا، الاثنين مش بيساعدوه to do its job، بس هو جايب لي في الاختيارات sound، الصوت بتاعه ده ازعاج بس دوشة، لكن ملوش علاقة بانه يخلط العصير او المكونات اللي انت حطتها جوه البلندر. number 18 when a piece of coal is burned، لما قطعة من الفحم يا ولاد تتحرق، ايه الانرجي اللي produced؟ الانرجي اللي بتنتج بتتحرق يبقى produce thermal energy، بتتحرق يبقى بتنتج thermal energy. number 19 the wasted energy in hair dryer، الطاقة المفقودة في الهير دراير هي ايه ترى؟ الهير دراير شغال، هل الثيرمال مفقود؟ لا، ده الثيرمال هنا هو اساس شغله، ده اللي بيعمل drying للهير، بينشف الشعر. امال ايه الويستد انرجي؟ الساوند، الصوت، الصوت اللي بيصدره السشوار ده ويستد انرجي، ملوش علاقه بالفانكشن. number 20 from forms of fuel that present in car fuel stations are space. ايه انواع الوقود اللي موجوده في الكار فيول ستيشن، في محطات الوقود بتاعت الكار؟ ايه نوع الوقود اللي ممكن يستخدم في الكار؟ عندي نوعين، ممكن الجازولين وممكن وود. لا ما ينفعش طبعا، جازولين او ناتشورال جاس، جازولين اند ناتشورال جاس. في عربيات بتشتغل بالجازولين البنزين يعني، والناتشورال جاس او الغاز الطبيعي في بعض الكارز دلوقتي برضو بتشتغل بيه. number 21
plants can convert the light's energy from the sun into space energy, which is stored inside the plant in the form of energy. طب يا ترى البلانت بتحول اللايت انرجي اللي بتاخدها من السن لايه؟ البلانت بيعمل اكله، بيعمل عملية اسمها photosynthesis process. اوكي، لما بيحضر اكله هو بياخد لايت انرجي من السن، وبياخد ووتر من السويل، من التربة، لازم نديله مية البلانت، وبياخد من الاير كربون دايوكسيد جاس. بيعمل بقى عملية كيميائية، يخلط الحاجات دي مع بعض ويحضر الشجر بتاعه او الفود بتاعه اللي بيكون يا اما شجر او ستارش. تمام، فالخلطة دي يبقى هو بيعمل كيميكال انرجي، بيحضر اكله، بيحول اللايت انرجي بتاع السن لكيميكال. اوكي، نمبر 22، when you use the handbell، لما تستخدم الهاندبل، ايه الانرجي اللي بتحول لساوند؟ كاينتيك انرجي، بحركه وبيصدر صوت. 23، among forms of fuel that present in car fuel station، اسف يا ولد معلش، ساعات بيحصل كده واحنا بنجمع الاسئله عشان بجمع من مصادر مختلفه ممكن يبقى السؤال متكرر. جازولين وناتشرال جاس، جازولين وناتشرال جاس. طيب 24، we can use the energy obtained from burning of wood directly for all the following purposes except. انا عايز اعرف لما بحرق الخشب، اوكي، الانرجي اللي باخدها when you burn the wood، لما تحرق الايه الخشب، ممكن استخدمها in many purposes، في استخدامات مختلفه، اغراض مختلفه. except مين؟ واخد بالي قوي لما يجيب لي في الـ choose except. احنا عارفين امتحاننا كله choose، خلاص، فالاسئله سهله، لكن ممكن اتلخبط في كلمه بسيطه زي دي تضيع مني السؤال، فاركز لما يقول لي كلمه except يبقى عايز الوحيد اللي مش مناسب معاه الجمله. الجمله بتقول لي كل الاهداف او الاغراض اللي بستخدم فيها الانرجي اللي بتنتج من burning wood. طب ايه الانرجي اللي بتنتج من burning wood؟ بينتج من اي burning لاي نوع من الوقود بينتج thermal energy. ممكن استخدمها في ايه؟ نقرا كده، warming houses، ادفي البيوت، دي معايا، دي من ضمن الاغراض، يبقى مش هي. operating television، اشغل التلفزيون، احرق الخشب، اشغل التلفزيون directly على طول كده، لا غريبة دي، بس نقرأ بقى التشويسز برضو. cooking food، ممكن لو انا في مكان برا البيت بعمل camping في اي مكان، اوكي، ممكن اولع خشب واعمل اكل على النار اللي طالعة من الخشب دي. boiling water، كمان ممكن اغلي مية. يبقى الاكسبشن الوحيد operating television، مش ممكن لما احرق الخشب directly مباشرة أروح أشغل تلفزيون بيه، لا، ده محتاج كهرباء ودي قصة تاني محتاجة وقت. أوكي، طيب 25، space it's an substance that produce thermal energy when it's burned. ده تعريف، يعني ممكن يجيلي سؤال في تعريفات جوه التشوز، مش لازم تيجي في scientific term، ممكن في التشوز عادي. تعريف ايه ده يا ولاد؟ any substance produces thermal energy when it's burned، اي ماده بتنتج thermal energy لما تتحرق تبقى fuel، تبقى fuel وقود. 26، all of the following are renewable resources of energy، كل اللي مكتوبين renewable resources of energy، مصادر للطاقه متجدده، except مين؟ برضو اخد بالي من كلمة except. اوكي، except مين؟ اشوف كل الرينيبل واشوف مين الوحيدة اللي non رينيبل، يبقى انا عايزة الوحيدة اللي non رينيبل، الناتشرال جاس من ضمن الفاصل فيول، وده non رينيبل. اوكي، لكن كل الباقي water و sun و wind
the renewable resource of energy. طيب 27 non-renewable resources of energy take space to be formed. المصادر الغير متجددة للطاقة دي take space to be formed محتاجة قد ايه عشان تتكون؟ short period of time ولا very long period of time, few minutes, few hours. الغير متجددة دي fossil fuel دي بتحتاج very long period of time, محتاجة وقت طويل, millions of years. okay. 28 coal was formed under the earth's surface from the remains of a اركز كده نحفظ دول يا ولاد كويس قوي. الكول بيتكون من بقايا مين؟ بقايا البلانتس, الديد بلانتس, الريمينز بتاعت الديد بلانتس. طيب 29 بيقولي extreme heat and pressure under the earth's surface has an important role in forming a الهيت والبريجر, الحرارة والضغط دول بيأثروا ليهم دور مهم important role في informing ايه, في تكوين مين, مين بيتكون تحت الأرض في سنين طويلة ويتأثر بالهيت والبريجر, الفاسل فيول, فاسل فيول تمام اللي هو الكول والأويل والناتشورال جاس. طيب non-renewable resources of energy take a day to be formed, take a very long period of time. ماشي 31 inside a light bulb, go a light bulb, electrical energy changes into A و A. ها go a light bulb, go a اللمبة اللي بنورها, الكهرباء اللي بتوصل لها تتحول لإيه؟ لازم light طبعا. طب إيه اللي دايما مع light؟ دايما مع light إيه؟ ها المس كده اللامب لما تكون شغالة شوية you will feel warm, هتحس بالحرارة, feel heat لأنها produce thermal energy مع light energy. دايما اللايت معاه thermal, دايما اللايت معاه إيه؟ معاه thermal. أوكي 32 أنا مش عارفة بس إيه يعني اوكي لايت وثيرمال يا ولاد الاختيار دي هكون عاملاه لكم في البي دي اف بتاع الانسرز. 32 when a piece of coal is burned, لما يكون عندي piece of coal تتحرق اوكي space energy is produced, ايه الطاقه اللي هتنتج؟ thermal energy, thermal energy. 33 plants can convert the light energy from the sun into chemical energy, متكرر تاني دي معلش, هيتحول لchemical energy. 34 to move a car, عشان احرك الكار okay the fuel must be a العربية بديها وقود عشان احركها لازم الوقود ده يحصل له ايه؟ لازم يحصل له burned inside the car engine, لازم يتحرك يتحرق جوه الكار انجن okay عشان الكار تتحرك لازم الفيول burned inside the car engine. طيب number 35 during a car, during driving a car for a long distance, لما تسوق العربية المسافة طويلة, which of the following sentences describes the most important thing for the driver, ايه من الجمل ده الجمل دي بتوصف أهم حاجة للسواق, محتاج presence of speedometer ولا presence of a radio ولا fuel tank contains enough amount of gasoline ولا fuel tank contains a little amount of gasoline. لما نكون مسافرين شوف كده اسأل بابا أو ماما, لما نكون مسافر بالعربية سفر طويل اول حاجة بقى حريص عليها ايه؟ اني لازم املى التانك بتاعي كله بالفيول بالوقود, لازم نحط بنزين فول تانك تمام قبل ما نسافر عشان ما نحتاجش على الطريق اوكي او حتى يكفيني لاقرب
fuel station هقابلها. 36 on burning fuel we obtain the space. لما بحرق الوقود بحصل على ايه؟ جت كتير ركزوا فيها دي. لما بحرق الوقود انا دايما بحصل على thermal energy. اوكي. 37 coal is formed under the earth's surface from the remains of a. الفحم بيتكون من بقايا البلانتس. طب انا هسالكم امال. اوكي ماشي. 38 all the following are found deeply under the earth's surface. كل اللي هم مكتوب ده بلاقيه تحت عمق من سطح الارض except مين؟ ها كلهم موجودين تحت الارض بعمق. كل الفصل فيول هو اللي موجود under the earth's surface هو اللي موجود تحت الارض. لكن مين الوحيد اللي مش موجود deeply under the earth's surface؟ ال green plants النباتات دي above the earth's surface. 39 all the following actions don't conserve electrical energy. كل العمليات دي مش بتحافظ على الالكتريكال انرجي except مين؟ يعني انا عايزه الوحيده اللي بتعمل كونسيرف للالكتريكال انرجي. مين الوحيده اللي بتحافظ على الطاقه الكهربيه؟ ها unplugging unused electrical devices هي اول واحده. بس طبعا انا اقرا كل الاجابات. unplugging unused electrical devices ده بيحافظ على الكهرباء. ايه يعني ايه unplugging؟ يعني اشيل الفيشه، اشيل التوصيله بتاعت اي جهاز كهربي unused غير مستخدم، غير مستخدم. الثانيه عكسها plugging many unused electrical devices لا ده يبقى هسهل الكهرباء كتير. turning on all lights all the day افضل مشغله الانوار كلها طول اليوم لا ده مش بيوفر الطاقه طبعا، كهرباء بتهدر كده. اخر حاجه leaving television turned all the day اسيب التلفزيون شغال طول اليوم برضو من غير استخدامه لما ما يكونش في حد قدامه لا ده مش بيوفر خالص طبعا، ده اهدار. عندي بقى كده سؤال right or wrong وركزوا فيه برضو لان ممكن نفس الجمله تجيلي في choose. اوكي طيب energy can't be transformed from one form to another. لا طبعا هو بيقولي can't be، بيقولي can't be يعني ما تقدرش تتحول. احنا كل الوقت بناخد حاجات بتتحول، انواع من الطاقة بتتحول من form to another، يبقى الجملة wrong. number two curiosity is a vehicle that travels across the surface of planet Mars. ايوة تمام تمام. number three toy car can keep moving after its battery run out. ازاي لو الباتري فضيت تتحرك ازاي؟ الجمله رونج. number 4 to operate an electric mixer we use chemical energy. عشان اشغل الميكسر الخلاط electrical mixer محتاج chemical energy؟ لا طبعا الجمله رونج، انا بحتاج electrical energy مش chemical. تمام. 5 in the soap dispenser potential energy converted into kinetic. صح ايوه في السوب ديسبنسر البوتنشال اللي بيتخزن جواه لما بضغط عليه بيتحول لكاينتيك يسحب الصوب معايا لفوق. نمبر 6 there is a stored chemical energy inside the food we eat. تمام لازم يكون في chemical energy جوه الاكل اللي بناكله. 7 when pedaling the bike chemical energy in your body converted into kinetic energy. ايوه جوه جسمي في اكل انا اكلته في كيميكال انرجي تتحول لحركه جوه البايك. اوكي نمبر 8 انرجي كانت بي تشينجد فروم وان فورم تو انذر. لا طبعا غلط كانت بي ما ينفعش، لو قال لي كان بي اوكي يبقى صح. نمبر 9 انرجي مي بي ديسترويد انسايد سام ديفايسز. الطاقه ممكن تتدمر او تختفي جوه بعض الاجهزة. قلنا الجملة دي مش مظبوطة خالص لان الانرجي كانت بي ديسترويد.
خدنا قانون لبقاء الطاقة. مين يقولي القانون ده بيقول ايه؟ بيقول ان الانرجي ها الانرجي can't be created وcan't be destroyed او disappeared. ما ينفعش يحصلها created تخترع from nothing، وما ينفعش كمان انها destroyed او disappears تختفي. لا، هي ممكن تتحول change from one form to another. تمام؟ يبقى destroy لا مش ممكن. 10 light energy from the sun help tree to grow. ايوه طبعا، بتعمل اكلها عن طريق light energy يبقى بيساعدها تنمو. Number 11 an electric power station sound energy produced from burning of coal. في sound energy بينتج من burning of coal؟ لا، احنا خدنا هقولوا انتو burning of coal هينتج ايه؟ thermal energy، يبقى مش sound. اركز قوي في الجمل وانا بختار وانا بجاوب، يبقى الجملة wrong. Number 12 the hair dryer and washing machine depend on the same kind of energy to operate. ها الاثنين معتمدين على نفس الانرجي. تعالوا نشوف هير دراير، السشوار عايز كهرباء عشان يشتغل، اوكي. طب الواشنج ماشين برضو عايزه كهرباء، يبقى الاثنين محتاجين كهرباء. تمام، يبقى نفس نوع الانرجي معتمدين عليه، الانبوت يعني. نمبر 13 there is energy waste when energy is transformed from one form to another. ممكن طاقة تفقد لما تبدأ الطاقة تتحول من نوع للتاني. خدنا أجهزة كتير وقلنا إن في wasted energy، صح؟ يعني مثلا في الهير دراير قلنا إن الساوند انرجي الصوت اللي بيطلع ده جزء من الطاقة تحول لساوند، وده wasted energy، اوكي. يبقى ممكن يبقى فيه في التحولات يبقى فيه جزء من الطاقة بيفقد. بمعنى ايه؟ هو بيتحول لنوع تاني، لكن النوع ده don't help the device to do its job، مش بيساعد الجهاز انه يعمل شغله، اوكي. يبقى الجملة مظبوطة، ممكن نوع من الانرجي او جزء من الطاقة يبقى wasted energy. Number 14 the electric bulb and electric heater produce thermal energy. هما الاثنين produce thermal energy. نشوف البلب دي اللامب اللي بتنور، مع اللايت بتنتج ثيرمال. ايوه، خدنا دايما دول اصحاب، نفتكر يا ولاد اللايت والثيرمال اصحاب. دايما لما يبقى عندي جهاز بينتج لايت انرجي يبقى معاه دايما صاحبه الثيرمال انرجي. طب الالكتريك هيتر دي طبيعي دفايه، دي اساس شغلها انها تنتج ثيرمال، يبقى الاثنين بينتجوا ثيرمال. 15 as a result of friction between a tire and the road، بين العجلات والطريق، الكينيتيك انرجي change into electrical energy. لا، احنا واخدين ان الحركه هتنتج لي ايه؟ نتيجه الفريكشن. ها، نتيجه الفريكشن تنتج ثيرمال، نتيجه الفريكشن اوكي بتنتج ثيرمال انرجي. برضو ممكن تيجي في تشوز، يبقى الجملة wrong، المفروض thermal. Number 16 the output thermal energy from hair dryer is wasted energy. هل الطاقة اللي بتنتج thermal energy دي من الهير دراير دي wasted، دي مفقودة؟ لا، نركز كده نشوف الجوب بتاع الجهاز. الجوب بتاعت الجهاز انه عندي thermal energy، هوا يكون سخن، اوكي، يبدأ يعمل ايه؟ يعمل دراينج للهير، ينشف الشعر، يبقى دي اساسية في الفانكشن، مش ويستد. يبقى الجملة ايه؟ رونج، هي مش ويستد انرجي. في اجهزة تانية بيكون فيها ثيرمال ويستد. طيب نمبر 17 the mobile phone store electrical energy in its battery in the form of chemical energy. طبعا مظبوط، الموبايل فون بيخزن الكهرباء جوه الباتري على شكل كيميكال انرجي. تمام. نمبر 18 the input energy in blender
الطاقة اللي بيحتاجها البلندر اللي بتدخل البلندر عشان يشتغل is chemical؟ لا، فيش حد فينا بيحط باترز للبلندر للخلاط عشان يشتغل، ده بيشتغل بالكهرباء على طول. يبقى الجملة ايه؟ wrong، المفروض electrical. Number 19، some of the converted energy doesn't help some devices do its job أو do its function. تمام، بعض نوع الطاقة اللي بتحول في الأجهزة مش بتخدم الفانكشن بتاعة الجهاز. مظبوطة. Number 20، the produced sound energy helps the hair dryer to do its job. هل الساوند انرجي اللي بينتج من الهير دراير بيساعد الهير دراير انه يعمل الجوب بتاعه الفانكشن بتاعه؟ لا طبعا، ملوش دور، ده ويستد انرجي، دوشه، بيعمل دوشه وخلاص، ويستد. نمبر 21، ان ووتر فولز، في شلالات الميه، ما تستغربوش السؤال معانا برضو عادي. الووتر فول، الميه وهي نازله في الشلال، ذا ووتر that falls down has kinetic energy. ها ده تخيل، المية اللي بتنزل في الشلال دي عندها kinetic energy، طاقة حركية. ايوه طبعا، مش بتتحرك، بتتحرك من فوق لتحت، يبقى عندها kinetic energy. مظبوط. Number 22، as the speed of the car increases the amount of used fuel decreases. بيقولي لما سرعة العربية تزيد كمية الوقود اللي بيستهلكها الكار بتقل. لا طبعا، الجملة غلط. كل ما الحركة بتاعت الكار تزيد كل ما يستهلك فيول اكتر، يبقى المفروض انه الفيول اللي بيستخدم يكون increases برضو، بيزيد برضو. تمام. طيب راجعوا ولاد كويس معايا الاكسرسايز ده والريفيجن بتاعنا ده، وهتلاقوا تحت الفيديو PDF موجود فيه الأسئلة، وكمان PDF تاني موجود فيه الإجابات. Scientific term هكتب لكم الإجابات بتاعته. الامتحان بتاعنا المرة دي كل choose right or wrong. تمام، سوري كل choose بس، لكن حابين نتدرب شوية علشان امتحان الترم برضو ينفعنا الكلام ده، ونبقى نزود باقي الأسئلة اللي فيها complete و give reason والحاجات دي في الفاينل revision للترم كله. Good luck و enjoy science. عايزاكم تركزوا كويس في التشوز علشان لو في كلمة كلمة accept دي بتغير المعنى، بتخلينا اختار حاجة مختلفة، فنركز قوي. وعايز اشوف كلكم بتقولولي في الكومنتس انكم حليتوا حلو جدا وكلكم قفلتوا الامتحان. Good luck و enjoy science.